تنطلق غدا السبت منافسات النسخة 17 لنهائيات كأس أمم آسيا 2019 على ملعب مدينة زايد الرياضية في دولة الإمارات الشقيقة، وسوف تكون المباراة الافتتاحية بين منتخبنا الوطني والمنتخب الإماراتي ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي تايلاند والهند. ويتطلع منتخبنا الوطني إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة الصعبة، خصوصا أنها تأتي في بداية مشواره في المجموعة، لتكون حافزا على مواصلة الانتصارات في المباريات المتبقية وصولا إلى الأدوار النهائية. هذا وتضم البطولة 4 مدن إماراتية هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وستقام مبارياتها على 8 ملاعب.